بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بيكم في حلقتنا النهاردة عن الكنز من الكنوز اللي احنا بنقول عليها السوبر فود، أو بنقول عليها اللي هو كنز من الفيتامينات والمعادن، كنز للصحة. اللب الأبيض، اللب القرع العسلي، النوع من أنواع التسالي، بس نوع رائع، نوع جيد جدا للصحة بتاعتنا. بذور أو لب اليقطين زي ما بيقال عليه في الدول العربية. اللب ده مش تسالي وبس، اللب ده طلع إن هو كنز عندي، صيدلية متنقلة. طلع ان هو الوقية الواحدة اللي هي 28 جرام بتديني تركيب كيماوي كده، بتديني 151 سعر حراري، بتديني كتير من البروتينات، بتديني 7 جرام بروتين، بتديني كربوهيدرات، بتديني الياف، بتديني فيتامينات ومعادن، بتديني فيتامينات، فيتامين كاف او كي، بتديني فيتامين اي، بتديني فيتامين اي، بتديني معادن، بتديني الحديد، المغنيسيوم، الصوديوم، الفوسفور، بتديني الزنك. وما أدراك ما الزنك؟ الزنك ده حاجة رائعة لجسم الإنسان. الزنك ده بيديني فوائد كتير جدا، ده بيديني 12 فايدة. الزنك ده، الزنك ده نمرة واحد، يديني مقاوم لحب الشباب، حب الشباب اللي بيطلع عند الشباب في سن المراهقة، تبص تلاقي اللب الأبيض ده بيعمل لي، بيقلل لي من الحفر اللي موجودة، بيقلل لي من الاحمرار اللي موجود، بيقلل لي من الالتهابات اللي بتبقى موجودة في الوش. اللب الأبيض بيبقى فيه أحماض دهنية وفيه دهون، فيه أوميجا 3، ده بيديني اللب الأبيض ده بيعمل لي مرطب للبشرة. بالنسبة للسيدات ده مرطب للبشرة، بيقاوم آثار السيئة لمستحضرات التجميل، للكريمات برضو بيبقى فيها مواد كيميائية، ما هيش نقية على الآخر ومواد طبيعية. المواد الكيميائية دي مع الاستخدام الكتير المتواصل بيبقى ليها تأثير متراكم فيه على البشرة. اللب الأبيض ده بيقاوم المواد، تأثير المواد السامة على البشرة. اللب الأبيض ده بيهديلي جدا المواد الدهنية اللي موجودة، عشان كده بقول نمرة 2، ده بيعمل لي، بيقلل لي من آثار اللي هي بتاعت حب الشباب. ده اللب الأبيض الله بيساعدني على شفاء الجروح بسرعة والتئامها، دي نمرة 3. ده بيبقى فيه معادن وفيه فيتامينات وفي زنك، في فيتامين A اللي بيساعد على سرعة التئام الجروح. اللب الأبيض حاجة مهمة جدا. نمرة 4، بيخفف لي التجاعيد، مش مرطب للبشرة بس، ده بيخفف. نمرة 4 التجاعيد، ده بيقلل لي من أعراض الشيخوخة اللي هي قد تكون موجودة. ليه أعراض الشيخوخة دي اللي بتبقى موجودة؟ نتيجة وجود آثار ضارة في الجسم، نتيجة وجود، بيحتوي على حاجة اسمها مضادات الأكسدة. مضادات الأكسدة دي بتعمل لي إيه؟ في حاجة اسمها شقوق حرة بتتكون جوه الجسم، عشان دي نتيجة الدورة الطبيعية لحياة الإنسان. الشقوق الحرة اللي ممكن تتكون نتيجة التلوث بتاع الهواء، الشقوق الحرة اللي ممكن تتكون في الجسم نتيجة دخان السجاير، نتيجة التدخين، المواد الضارة، الغازات الضارة اللي موجودة دي بتتكون طبيعيا في الجسم من الرياضة، ممارسة الرياضة، فبتطلع لي حمض اللاكتيك، دورة طبيعية. اللب الأبيض ده بيبقى فيه مضادات أكسدة. مضادات الأكسدة دي على فكرة موجودة، ممكن تتكون طبيعيا جوه الجسم في صورة مركب اسمه جلوتاثيون، مركب حمض أميني اسمه جلوتاثيون كبريتي، مركب حلو قوي، وموجودة في الأغذية اللي برة اللي هي مضادات الأغذية، مضادات الأكسدة موجودة في الشاي، موجودة في القهوة، موجودة في الدارك شوكولت اللي هي الشوكولاتة الداكنة الغامقة، موجودة في الكرومب، موجودة في الريحان، موجودة في الشبت، الخضروات الورقية، الشبت والبقدونس ده موجودة في الشبت بكمية كبيرة، موجودة في اللب الأبيض مضادات الأكسدة. يعني بتعمل لي فايدة عظيمة جدا اللي هي منع الشيخوخة أو تأخير التجاعيد وتأخير أعراض الشيخوخة.
الشيخوخة. ده مش كده وبس، ده الليب الابيض بيمنع لي سرطان الجلد، التأثير الضار بتاع أشعة الشمس. ليه؟ لأنه غني بأحماض دهنية، الدهون بنقول عليها اللي هي أوميجا 3. وأوميجا 3 انتوا عارفين وبقيتوا دلوقتي شاطرين قوي، برافو. أوميجا 3 ديت من ضمن الأحماض الدهنية الأساسية اللي موجودة، اللي لابد إن أنت تحصل عليها في غذائك، ما يقدرش الجسم يكونها جواه، اللي موجودة في الأسماك بصورة رائعة، وموجودة في الزيوت بصورة رائعة، وموجودة حتى في صورة كبسولات في الصيدليات. ده يعني بتديني كمان ايه اللب الابيض، غير ان هو نمرة خمسة الشعر، السيدات الشعر الصحي اللامع ده فيه احماض دهنية جيدة، ده فيه حمض اميني بروتين مهم او للشعر اسمه حمض اميني لايسين، برضو من ضمن الاحماض الامينية الاساسية. حمض اميني ده الوحدة البناء الاولى في البروتين، ده الحمض الاميني اللي هو البروتين بيتكون من مجموعة من الاحماض الامينية، احماض امينية اساسية واحماض امينية غير اساسية، essential amino acid و non-essential amino acid. حمض اميني لايسين ده من ضمن الاسينشال امينو اسيد اللي جسمي ما يعرفش يكونها، اللي اساسي اخده في الاكل بتاعي، بلاقيه فين؟ بلاقيه من ضمن في اللب الابيض بكميه حلوه. طب ده مهم، ده مهم جدا لصحه الشعر بتاعي، يدي شعر لامع. يبقى احنا ناكل لب ابيض برضو بيديني شعر كويس وشعر لامع. اللب الابيض نمره 6 بيعمل لي، بيقلل لي من الالتهابات. اللب الابيض ده فيه فيتامين A وفيه فيتامينات ومعادن وزنك، الزنك اللي احنا عمالين ندور عليه دلوقتي عشان خاطر الكورونا، ده موجود بصوره كويسه جدا في اللب الابيض. طبعا موجود فيه فيتامين A، موجود فيه مضادات الاكسده، فكل دي بتعمل لي تأخير او بتمنع الالتهابات اللي ممكن تحدث عن طريق الميكروبات او عن طريق الفيروسات. اللب الابيض بيعمل لي فايده كمان، ده بيعمل لي فايده من الكانسر، من السرطانات. الشقوق الحره دي مشكلتها ايه اللي احنا كنا بنتكلم عليها، فري راديكالز دي بتاثر على خلايا الجسم. شقوق حره يعني حر، يعني هيرتبط باي خليه، يرتبط باي خليه من الجسم ويغير من تكوينها البروتيني، يغير من التكاثر بتاعها، يغير من صفاتها. هو ده الكانسر، نمو غير طبيعي لخلايا الجسم. يبقى انا لما بيعمل لي بيخلص لي مضادات الاكسده دي من الشقوق الحره او بتقلل لي، يبقى بيعمل لي وقايه من السرطان، سرطان المعده السرطان الثدي عند النساء. ربنا يا رب يشفي في كل مريض ويعافينا من اي حاجه. طبعا اللب الابيض ويمكن مشهور وكان معروف بيخفض ضغط الدم، بيعمل على صحه القلب، بيخلي القلب بتاعي كويس، ده هو بيخفض لي فيتامينات ومعادن جيده موجوده فيه. ده اللب الابيض في مشكله عند الناس، بنلاقي ان هو في مشاكل في النوم، مشكله في الارق عند بعض الناس، اللب الابيض ده بيخفض خالص وبيعالج الارق وبيعالج النوم. لو انت عندك ارق كل شويه لب ابيض مش هيأثر وما فهمش اي حاجه. ليه؟ طلع اللب الابيض ده في حمض اميني بروتين، ما هو غني بالبروتين اللب الابيض، في حمض اميني اسمه التريبتوفان، برضو ده حمض اميني اساسي الجسم ما يقدرش يكونه جواه، لابد ان انا اخده في الاكل بتاعي، يعني اساسي ان انا اخده. الحمض الاميني اللي هو التريبتوفان ده بيعالج الارق، بيتحول الى هرمون اسمه السيروتونين. السيروتونين ده هرمون السعاده، ده الهرمون اللي بيخليك تبقى مبسوط. السيروتونين ممكن يتحول تاني الى ميلاتونين، ميلاتونين ده هرمون اللي هو الايه النوم، اللي هو بيساعدك على النوم. يعني اللب الابيض كمان بيساعدني في مشكله النوم وبيساعدني في مشكله الارق. اللب الابيض رائع جدا جدا، بيقوي جهاز المناعه. احنا قلنا يا جماعه ده مليان زنك، واحنا عمالين ندور على الزنك، بيقوي جدا جدا جهاز المناعه. ده في فيتامين ايه، فيتامين اي رائع كويس قوي، بيقلل لي حتى من الالتهابات اللي هي بيسببها الفيروسات، زي فيروس كورونا اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، او
الأزمة بتاعتنا. كمان بقى إيه الحاجة المهمة جدا، إحنا عمالين نقول السيدات السيدات وصحة البشرة وحب الشباب والشعر بتاعهم وتخفيف آثار المكياج فيهم والكريمات، بالنسبة للرجالة ده علاج رائع للضعف الجنسي، ده بيعمل على تدفق الدم بصورة كويسة جدا. ده العلاج بيعمل لي ايه؟ بيخفف لي من آلام وبيخف وبيعمل وقاية من تضخم البروستاتا. البروستاتا عند الرجالة اللي هي اللي بتفرز السائل اللي بتذبح فيه الحيوانات المنوية. التضخم البروستاتا طبعا بيبقى ده بيبقى فيه مركب اسمه فيتوستيرول. المركب الفيتوستيرول ده اللي هو بيعمل لي بيعمل ايه؟ ده مركب نباتي، يعني مش موجود غير في النباتات، موجود في اللب الابيض، موجود في البرتقال، موجود في الفستق والمكسرات. ده بيعمل ايه؟ ده بيخفض لي من الكوليسترول الضار اللي موجود في الجسم، اللي هو جاي لي من المملكه الحيوانيه، اللي جاي لي من الزبده، اللي جاي لي من اللحوم، اللي جاي لي من الاسماك، اللي جاي لي من الدهون الحيوانيه. المركب الفيتوسترول ده بيخفض لي خالص من الكوليسترول، يبقى الناس بيعمل لي وقايه من الكوليسترول. طب ده بيعمل ايه كمان؟ اللب الابيض ده بيحسن لي من جوده الحيوانات المنويه. ده جوده الحيوانات المنويه دي ليه؟ لان هو فيه زنك كتير، فحتى بيقلل لي من خطر العقم. هتاكل لب ابيض كتير هيبقى فيه زنك كويس، هيبقى تحسين جوده الحيوانات المنويه. الناس المقبلين على الزواج حديثا وعايزين يخلفوا، ما كل حاجات فيها زنك كتير، حاجات اللي فيها الزنك اللي موجوده الاسماك والفسفور والحاجات واللب الابيض. يبقى اللب الابيض ده كنز ما نقدرش ان احنا نستغنى عنه. تبدأ ان انت تحاول خلي التسالي بتاعتك دايما فيها اللب الابيض. اللب الابيض 12 فايدة قلنا عليهم سريعا، قلنا مرطب للبشرة، قلنا بيقاوم حب الشباب، قلنا ان هو بيعمل مساعدة على التئام الجروح، قلنا ان هو بيأخر من الشيخوخة واعراض الشيخوخة، يديك شباب دايم. اللب الابيض بيديك شعر لامع وشعر صحي، بيحافظ على صحة القلب وبيخفض الضغط، ده بيعمل على صحة بيمنع أو بيقلل من تضخم البروستاتا وعلاج لتضخم البروستاتا. ده بيعمل لي تحسين لجودة الحيوانات المنوية، ده بيعالج الأرق ومشاكل النوم، ده بيقوي لي جهاز المناعة، ده بيقاوم السرطان. ده لب الابيض. اوعوا يا جماعه النهارده بقى ان شاء الله كله يجيب شويه لب ابيض ومكسرات ويبدا فيها. بس خلي بالك في الناس اللي عندهم الضغط ما تجيبش اللب الابيض اللي هو المملح، عشان خاطر الملح هيزود الضغط عندنا. اتمنى ليكم السلامه، اتمنى ليكم كل خير، واشوفكم ان شاء الله في حلقات اخرى. ما تنساش تعمل سبسكرايب اشتراك وتعمل لايك وتعمل شير للفيديو، والتعليقات ان شاء الله نشوفها معاكم. لو انتم حبيتوا مواضيع تانية نشوف تعليقاتكم ان شاء الله في التعليقات، ونتكلم في كل المواضيع اللي تهمكم. سلام عليكم.